ديال الدرجة جاتني بواحد الفكرة اللي كنت في الذهن ديالي منذ سنوات وحطيت الشيمي ديالها ولكن جا واحد النهار اللي غادي نخرجها للوجود اللي, اللي ارتحت ليها باش نقعد نخدم فيها على راحتي وفعلا رجعت من واحد السفر اللي كنت مشيت ليه في دونك هو معرض جيت قلت باش نستراح انا نصاوب هذه الدراجة خدمت حيت ليها الكراج هذا كيما قاعده أه بديت كل كراناج خد عليه العبار وكنشوف العود اللي هو مناسب للخدمه ديالو أه خدمت فيها تقريبا اسبوعين ما كان نرتاحش يعني حين مشتاق ليها ماشي انه نضغط آه عليه ضغطات عليا انه نشوفها كي بغيت هذا هو الهدف اللي تتبقى العمليه مستمره خدام فيها يوميا أه خدمت الكاراناج الاول ديال القدام مونطيتو عجبني وبقيت مع لي زاكسيسوار الاخرين ديال الجناب وديال الكارد بواط كنختار العود اللي غادي يناسبو كاين في غالب الاحيان كتشوف شي عود اللي كتقطعو كتقطعو ما هو هذاك تتعاود تشوف عود اخر يعني آه خدات لي واحد شويه ديال لوقت ومصاريف ولكن الحمد لله هو انه نوصلوا للهدف حطيت الفكره ديال الدراجه باش انه ماشي عيرش شقات ولا لا بالعكس انا خططت الفكره باش ندير بها واحد الصوره كانني ولد المنطقه ومغربي مئة بالمئة حر ندير بها واحد الصدى فني عالمي هذا هو الهدف ديالي في الدراجه ومازال حوايج اخرين اللي ان شاء الله كنتمنى نتفق فيها غادي نبدا في سياره بواحد الطريقه اللي هي طريقه فنيه خياليه صعوبات كتلقى صعوبات لانك تكون بعض المرات حتى العود ما كاينش العود فاش تخير ما كاينش العود دابا كاين بزاف ديال العراقيل يعني خصك انا باش تخدم بالعود هاكا خصك كاين اللي كيشوف العود هنا كيتسحب وراه غير طلعتي للغابه وجبتيه ولا طلع العود كتمشي للديبو بالوراق وباللي طوريزازيون ديالو باش تجيبوه هنا ماشي غير اللي كاين انا الناس كيحرجني بعض المرات كيكون شي كليان كيقول لك انت غير كتطلع وكتقطع من هنا طالما كاينه السيبة راه هذا الشيء محطوط بالوثائق راه عندي رخصه ديالي وعندي وثائق باش كنشري العود من الديبوات يعني هادشي الشيء هاد الدراجة هادي هو فيه عود محلي اللي كيتواجد هنا في الديبوات ديال المنطقة كنمشي كندور في الديبو عجبني هاد جدر الزيتون عجبني هذا كنعبرو ونخلصو ونجيبو هنا لاتولي وكنحطو كتيبان ليا تقريبا لا تخيك اللي هو مناسبة تصاوب منه ولا الطلب ولا وبالنسبة للي كراناج اخترت من بين العود اللي, اللي كنت جد مثلا ديال هاد لابوبليي جبتو كان عندي هنا شي عامين لأنه إلا ما كانش عود ميت ما تخدمش به كتكون عراقي ولكن داك الشيء ماشي مشكل تكون حلوة شوية دوك العراقيل بالنسبة لل العود فيه بزاف ديال لي كاليتي ديال العود فيه تقريبا كاتخ كاليتي ديال العود فيه لو ميغيي فيه لو بوبليي فيه لو سابان يعني خلط العود فيه باش حتى الفكرة علاش خلط يعني إلا كيبقى آه أنك دير عود واحد ما غاديش يعطيك داك لو شاغم داك اللمسة لأن ملي كتشوف لا 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 من بعد كتعطيك داك آه ماجيناسيون ديال العود فهمتي يعني الا درت عود واحد ما حتى من اللبس ديالنا حنا كنلبسو واحد التيشورت هكا وتجينا هكا يعني باش تعطي داك الصوره اه فنيه يعني هنا فين خلطت فيه العود يقول لك علاش ما كديروش من عود واحد لا ما يمكنش كاين عود اللي هو ما يتناسبش ليا باش نصاوب منه هذا الكارناج ديال القدام دغيا غادي يتشق ولا دغيا غادي يعواج ما يصبرش ليا الفيسات ما يصبرش التقييم يعني كاين كل عود وبلاصتو بحال ديال الكارد بو تقريبا حتى هو هو بوا نفس هاد الكاليتي ديال الكارناج ديال الضو ولكن هو اه 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 تقريبا اه ايه كيقاوم اخترت هذاك لو طخون لانه كيرش كت كترش العجله الا كنتي غادي يعني ذاك الماء ما غاديش ياثر عليه وكنديروا له داك لو برودوي من الداخل ديال فيغني اللي هو كيحافظ باش ما يشربش الماء لداخل وبالنسبه لهاد ليكو الجناب هما من ناحية ديال العود ديال التوت تسمى لو ميغي بالفرونسي هو عود قاصح بزاف واخا فا ما تخافش عليه هو ما الا فات يبس ما يتبوجاش ما تخسروا لا شمش لا برد هاكا كيبقى يعني ما كيعواش عود اللي هو صبار اصلا خص انا خديت الفكره علاش صوبته من العود المحلي يعني عود محلي كيقاون منك الفصول ديال المنطقه الا جدي شي عود ديال شي بلاصه اخرى تغير غير شاف الموطور بالنسبه للناس فعلا انا كنت في الاول ما كنت كنتوقع انه غادي تعجب الناس ولا غادي دير داك التاثير بزاف ولكن واحد النهار مشيت للسوق ماذا رجعت باش نهز الدراجة لقيت واحد الاجنبي كيفيلمي فيها وما كيديري شو مونتاج ولا شي اشهار لقيتو كيفيلمي فيها أه خليتو على خاطرو ويقول لي واش نتا اللي قلت ليه دار مع واحد الانترفيو ما قلت ليه ماشي مشكل أه فين ما حطيتها في السوق كنلقاها كتسد الطريق ماشي كتسدو انها تتلم عليها الجوق وتتولي الطريق تسدات يعني حطيتو مشيت للجامع انا في المنطقه لقيت بزاف ديال الناس يعني أه شكروني بزاف على الفكرة وعجبتهم الفكرة وهذا هذا بالنسبة لي افتخار كولد المنطقة وأولا كان اللي ما كيعرفنيش كان واخا ولد المنطقة عرفتني هذه الدرجة بالناس داخل المنطقة ما بالك خارج المنطقة هذا هو الهدف تقريبا بزاف ديال العروض يعني الى إيه ما قلت لك غادي تجي تقريبا خمسة آلاف ميساج ولا ستة آلاف ميساج ديال الطلب ديال البيع أوديوات ميساجات ممكن اخو ديك الدراجه اش من نوع واش وراقها كاينين شحال كطلب فيها يعني الثمن اللي تعطاني في هاد الدراجه خصو يقاسو سكري يعني اللي قلت ليه هاد الثمن يقول لك واه جديد ما كيديرش هاد الثمن هذا لكن انا ما ما حطيتهاش اللي بيع صراحه هذه فكره الاولى وخصني نحتفظ عليها ونخوض عليها اراء ديال الناس وان شاء الله يقدر نفتحو مجال ديال التعديل الدراجات القديمه حتى من من الدراجات الجديده اللي بغى انه نصوب ليه الدراجه ديالو كيجي يجي وندير اللي ان دوفي ونشوف كيفاش بغاها ونخدموا ليه حنا ان شاء الله هذا هو الهدف نخدموا حتى الا ما خدمناها حنا حنا خرجنا الفكره كاين اللي يخدم اللي عنده فرصه يخدم ماشي مشكل حنا اصلا معروف لنا هذا الشيء بالنسبه للرساله الرساله الاخيره يعني انا كانوا الجواب هذا اولا الشكر لجميع آه متابعين ديال الفنان مصطفى مينوود اللي كيعرفوا واللي ما كيعرفوش على التشجيعات ديالهم وعلى آه تقريبا داك آه تقريبا داك الاهتمام اللي شت انا على التواصل الاجتماعي باللي بل تخيك ديالي ولي زوفغ ديالي اللي كان صوب ومن بينهم الدرجة النارية اللي زادت واحد اللي صدقت بزاف يعني كنشكرهم من هذا المنبر كانوجه ليهم التحيه وانا الامنيه ديالي كنتمنى ان شاء الله انه هذا الشيء ما خصناوش نتلقوه غير هكاك يضيع خصنا يعني انا وصلت واحد السن اللي يعني الافكار تطيح عليا كرسائل افكار اللي وصلتها كنصاوبها اللي ما قدتش عليها كنحط ليها الشيمي ولا ندونها لان كاين افكار اللي كتطلب لك مصاريف مصاريف لاني ما كتسمح لكش الوقت تمشي تخدم في واحد الحاجه باش تبينها طلعها فكره للراي العام وانت تبعك مصاريف ديالك خصك ترضي الكليان ديالك وترضي يعني بزاف ديال الحوايج يعني كنتمنى انه أه تكون انا انا ما ذكرتش تنقولها وعندها ندير تقريبا نعود ندير مدرسة ولا ندير مدرب ولا الدراري يعني نعلم هذا الشيء نعطيه لأنه شحال من واحد داز في الساحة الفنية وعنده ما يقول ولكن خصو واحد اليد ديال العام وما تنسوش أبونا معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي